حاجات كتيرة عكس بعض، تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم، أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة. عارف يا عادل، اللي مرنا منه ده خلاني اقدر قيمه الحياه اكتر. اتعلمت ان الدنيا دي بتدي فرص. انا نفسي البنات يعملوا كل اللي نفسهم فيه. طب وانتي؟ كل حياتي يا نادية. يا نادية، ما ينفعش كده ان احنا نفضل نعاتب روحنا على اللي حصل بينا. الوقت جري، احنا عايزين نبص للي جاي. انت مش شايف ان احنا كبرنا شوية يعني على الحكاية دي؟ بلاش انت تقولي الكلام ده، ما انت زي القمر اهو. ده حتى في المستشفى افتكروكي اخت امينة مش والدتها. بطل مبالغة بقى. طب تصدقيني لو انا قلت لك ان انا شايفك دلوقتي زي ما شفتك زمان، قمر، دلوقتي احلى كمان. بقولك ايه؟ عادل. وايه العادل؟ ناس. ناس؟ فين الناس؟ مش شايف ناس. برضك ما ينفعش كده. طب كلمتيها؟ اصل هي ما بتنزلش الصبح بدري غير لو عندها مصيبه. يا اختي لا مصيبه ولا حاجه. لا كانت عايزه بس تروح تمشي في التراك شويه وافتكرتني نايمه. نزلت هي بقى، مع ان انا بقى طول الليل ما نمتش ولا عيني غمضت ابدا. وانت ايه اللي مسهرك يا جميل؟ يا اختي. طيب طب انا نازله بقى. على فين الصبح كده؟ بالليل. بالليل هنرغي يا لولو. باي باي. باي حبيبتي. لولي لي الزبده من فضلك. اوكي. هو انت كده فاكر ان انا مش هعرف اوصل لك ولا ايه؟ لا ده كان زمان. انا هكلم هنيه دلوقتي واخليها تصحيك، وغالبا هتسمع المسج دي وانا جنبك.
سلام. صباحك تفضل طمني، ايه الحال؟ لسه سعادتك يا فندم. ليه يا دكتور؟ بقى لي فوق الاربع ساعات. ما تقلقيش يا امي، ان شاء الله خير، سليمه ان شاء الله. يا رب استرها يا رب، استرها يا رب. الو الو، ايه هنيه؟ اهلا يا امين. اهلا. هو في ايه؟ سليم مش بيرد ليه؟ هو فين؟ ايه ده؟ حلو امينه، حلو. طب انتوا في انهي مستشفى؟ طب انا جاي، انا جاي على طول. سلام. طيب كويس قوي. ادهاني ادهاني بس. صباح الخير يا لولا، وحشتيني. بقول لك ايه، انا عامله لك مفاجاه، بس ده سر ما بيني وما بينك انا وانتي وبس. خلي الفيله ايه بقى، تلبسك لبس السبورتس على ما اجي اختك. يا بنتي اسمعي كلامي، مش انتي اتبسطتي في الحفله؟ اوعدك هتتبسطي بده كمان. طيب هي عايزه اخدك دلوقتي، انا في الطريق. باي. سليم ماله يا هنيه؟ هو فين؟ عمليه بس اتاخرت قوي. عمليه؟ عمليه ايه؟ هو العمليه دخل برجلي يا حبيبي. العمليه؟ أصل أنا بتفرج على مسرحية سك على بناتك. لما جت الحتة بتاعت 5 كيلو سمك وجمبري افتكرت السيب اللي كان بيننا زمان أيام ما كنا بنتفق على خروجه. أيوه أيام ما كنا بنتفق على. الله، المسرحية دي تحفة، بحبها قوي. ثانية واحدة. ما أنت بتجلس وتقعدي ليه؟ عايزة على ليه؟ ليه؟ هتقعدي هنا؟ آه. أنا هتفرج على مسرحية تحفة. طيب انا هقوم على الاوضه. ايه ده، انت هتنام دلوقتي؟ لا، هخش اقرا شويه. طب ما تتفرج معايا عليها. لا، المره الجايه بقى. قال ايه؟ فاكر همسكها لنا
نازل علشان شوف ناديه ماشيه مع راجل. طب اتكلم بقى يا حالك، اتكلم وشوف ايه اللي هيجرى لك. اتكلم انت. يعني هو كويس؟ حالته مستقره بس لسه في العنايه طبعا. الدكاتره قالوا يا رب يا رب ان شاء الله لو ما فيش اي مضاعفات او اي مشاكل النهارده يا رب، ولو قام وطمنا عليه ممكن يودوه اوضه عاديه بكره يا رب. تعرف الدكتور قال ايه؟ نفس كلامه، حالته معجزه، انهم عرفوا اصلا يستأصلوا الورم ده كله. مشاكل في المشي بقى، في الكلام، الحاجات دي كلها ممكن نتعامل معاها بعدين. لا هيبقى زي الاول واحسن كمان وهتشوفي. يا رب يا ساره يا رب، هو بس يقوم منها ان شاء الله. طيب انا لازم انزل على المستشفى، انت هتعملي ايه؟ انا عندي كم مشوار كده وبعدين هاخد يد من عند الوضيع، ولو خلصت بدري هعدي عليكي. بس انتي برضو ايه، ما فيني بالاخبار طمنيني عليكي كل شويه. حاضر. ما تضايقيش نفسك، ما تشيليش الهم، والله هيبقى كويس يا رب. ايه ده؟ حاضر. عليا هيثم، ازيك؟ انا كويس الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. فينك كده؟ محدش بيشوفك يعني. لا موجوده، بس لو بتيجي للمول كتير هتشوفني عشان انا مش عارفه مطعم هنا. لا ده انا كده حرشه هنا بقى. حسن. هيثم اهلا. اهلا. حسن صاحب المطعم ومديري. طب اشوفك بعدين بقى، فرصه سعيده. انا اسعد. سيلين، ورم في الدماغ. هي الحياة اختيارات. أنا اخترت إن أنا انبسط بكل يوم فاضل لي. أنا بهرب من عملية أنا شايف فشلها أعلى بكتير من اسم نجاحها. بين إني أموت وتلقى هون على فكرة، أو إني أقضي بقية حياتي في كوما. أظن دلوقتي فهمت ليه مش عايز أي حد تاني يقرب مني غير يحيى وعنيه. بس لو أنا فاضل لي يوم واحد يا أمين، كل الأنانية اللي في الدنيا، بكل الحب اللي جوايا ليكي، عايز اليوم ده يبقى ليكي. أنا بحبك يا أمينة.
سفير الحمد لله على سلام السرير. الله يسلم. يا ريت بقى نسيبه يرتاح شويه. سلام يا بابا. قول لله انت طلبته اهو. اوكي؟ اتفضل يا استاذ. صعبات يا ساره؟ معلش سوري الدنيا كانت زحمه شويه. انا مش قايل لك ان انا عندي ميعاد طياره وما ينفعش اتاخر؟ الله جرايه شريف ما انا كمان عندي شغل. ما كنت تخلي المدام تقعد بيه وانا شويه كده وكنت اروح اخده. المدام مش موجوده ومدام متفقين على ميعاد المفروض تلتزمي بيه، وبعدين تعالي لشغل ايه اليوم السبت. اه صحيح تصدق انا غلطانه فعلا، كان المفروض اقدم لك كشف كده بمواعيد شغلي. معلش سوري انا اسفه. لا المفروض لو اتاخرت تقولي لي، او كان ممكن انكل او طنط هما اللي يجوا ياخدوه، او يمكن خلصت شغل وراحت قبل حد ومش عايزه تقولي لهم وفهمهم ان انا اللي مخارك. اتكل على الله يا شريف، يلا روح شوف شغلك انت شويه وحطير في الجو. خليني بقى ادعي لك بدل ما ادعي عليك عشان توصل بالسلامة. ما تقعدش في الطيارة. هكلمك يا حبيبي اول ما ارجع وهجيب لك كل. معلش حبيبي انا قفلت بس عشان التلوث. احكي لي الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك يا ضلايا. الحمد لله على السلامة. بقالي كام يوم بتابع مع الدكتور في لندن. بعت له كل التحاليل والأشعات بعد العملية وقبل العملية. الحمد لله. طمني جدا. ما أنت دايما موسوس يا بابا. موسوس؟ ده بعت للدكاترة اتنين مش واحد. ده غير كونسلتو الدكاترة اللي هنا. موسوس ايه بس؟ مش كفايه اني سبتك تعمل العمليه هنا؟ وانت يعني كنت هتقدر تمشي كلمتك عليه؟ هنا من هناك مش هتفرق غير في البهدله. لو مفيش لو يا سليم، مفيش لو يا حبيبي. انت الحمد لله عملت العمليه ونجحت. مش عايزين اي افكار تشاؤميه او افكار وحشه، من فضلك. أو النبي كفاية قوي، كفاية الأفكار الوحشة دي اللي أخذت مننا رقات. هروح بقى أبشرها وأقول لها على الأخبار الحلوة إن أنت طلعت أوضتك. والله عايزة زغرت، والله أزغرت حبيبي. على فكرة كانت قلقانة عليك قوي. ما هي المربي يعني بقى كده واضح إن أنا اللي معرفتش ربي. احنا بس عشان مواعيد المستشفى هنمشي دلوقتي. انت متاكد يا سليم انك مش عايز حد يبات معاك؟ ولا هي اللي مربياك يعني؟ يا سيدي دلوقتي بكره الفجر هكون عندك. بألف سلامة حبيبي، بألف سلامة.
يعني انت ما كنتش تعرف حاجه على الموضوع ده غير لما انا قلت لك ان هم كلموني؟ لا والله ما كنتش عارف. وانا اللي كنت مفكره ان انت عامل فيها مقلب لما قعدت تكلمني على الشغل التاني. انت شايف انا عيل للدرجه دي يعني؟ هشا انا ماما لو شافت السمك ده هتقعد تقول هو انتوا اللي بتاكلوه ده سمك، ده سمك متهلج. لا ما انا عارف مفيش احلى من سمك اسكندريه. انا لازم اخدك معايا مره او يعني اعرفك على الاماكن اللي تاكل فيها بقى سمك على حق. مش عارفه ليه بتوع القاهره انتوا لازم لما تنزلوا اسكندريه تروحوا تاكلوا في الاماكن السياحيه، مع ان مثلا في بحري ما تعرفوش انتوا اي حاجه عن بحري بقى وزوارقها زينا يا بتوع اسكندريه. بحري؟ اه تعرفش من بحري وبنحبوه. ماشي انا هعديها لك المره دي. بس هي ايه دي؟ يعني قلت لنفسي مش معقول اعرف خبر زي ده وجاي يحتفل معايا ان هو مقعدني ناكل. كان المفروض يعني ياخدني مكان تاني نحتفل بيه، ولا انت ما بتحبش بقى المزيكا والدوشه؟ بس كده خلاص اكل وانا هوديك حته مكان. اهم حاجه بس ما تجيش بعد ساعه تقولي انا عايز انام وبسقط وعندي صداع والكلام ده. وديني انت بس ومالكش دعوه لما نشوف. على فكره علي وساره كانوا عايزين يجوا معايا النهارده، بس انا قلت لهم لا استنوا لحد ما يبقى قادر على دوشتكم. انت مش قادر تحس بيها خالص؟ هما ممكن يجوا لما ابقى احسن. انا كده كده كم يوم وارجع البيت. اه طبعا طبعا حاضر. أنا بهزر. يخص عليك. أنا قالوا لي إن أنتِ اتخضيتي لما عملت العملية فكنت عايز أشوفك وأنتِ مخطوطة. غلس. كلها يومين أصلاً وهتتنطط زي فرقع لوز. غالباً هعجل. خطار انت بقى على طول الخط كده مطوعاه. انا طب انا طب انت حبيبتنا، انت اللي رجعتي لنا الغاليه غاليه يا حبيبي. ربنا يشفيك يا رب، يشفيك يشفيك يا ضنايا يا حبيب قلب هنيه. تعملي ايه؟ كنت هشوفك لو هتركب الهوا ولا لا، بس رجعت في كلامي عشان تخضيتك وحشه. أنا بس كنت غيران شوية. بتغير غير تزغزغة ولا الغيرة التانية؟ الاتنين. أي نعم ما سبتنيش أتهنى وأنا شايفاك غيران، بس كانت حلوة. عارفة إيه الأحلى؟ إيه؟ إن أنا يبقى ليا الحق إن أنا أغير عليكي بجد. بمعنى؟ بمعنى إن أي حد يجي يتكلم معاكي ولا يسلم عليكي بطريقة ما تعجبنيش أقول له امشي يا دي بتاعتي يا امشي يلا. ودلوقتي بقى هو عامل ايه؟ لا الحمد لله كنا فين وبقينا فين. الحمد لله طلع من المستشفى وهيبتدي علاج طبيعي قريب. انا مش فاهمه ليه ما كانش بيعمل العمليه من بدري. بتقول لك طلع من المستشفى وهيبدأ علاج طبيعي، ممكن أول ما رجعش زي الأول. ده غير إنه أصلاً كان في احتمال كبير ما يطلعش منها العملية دي. الحمد لله يا ساتر، ده لا ولا فالك. بس هو السؤال يعني ليه بالذات دلوقتي اختار إنه يعمل العملية؟ عالية إيه؟ أهلاً أهلاً أهلاً.
الو يا روحي. الو يا حبيبتي. احنا رجعنا للسرمحه تاني. وهي امتى بطلت؟ لا ما هي مش سرمحه قوي يعني. بمعنى انك انت كنت في الشغل مثلا؟ لا مش في الشغل، بس يعني كنت مع حد بيحب يقضي وقت معايا و يعني عايز اشوفكم يقضي وقت معاكم انتوا كمان. يعني ايه مش فاهمه؟ عريس يا ناتيا، عريس. البت تقول لك ايه اكتر من كده؟ بجد؟ ايوه. عريس؟ يعني بس هو للاسف الدنيا عنده ملعبكه شويه. اسمها خاصة، ظروف خاصة، وانتي متقبلاها صح يا عليا؟ ممكن تفهموني عشان قاعدة كده مش فاهمة أي حاجة. أفهمك أنا عشان هي فاشلة. هو شاب محترم، أنا قابلته، شاب كويس جدا. هو بس كان متجوز ومراته ماتت الله يرحمها، ومخلف بنت وبيربيها لوحده، ودي حاجة على فكرة تحسب له ويحترم، دي حاجة تزوده ما تنقصوش صح؟ أرمل وكمان عنده بنت؟ وبنته عندها كم سنة؟ 8 سنين. يا عيني. يا عيني إيه يا ماما؟ يا عينك إيه؟ ده يا عيني علينا إحنا. إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ إذا كنت أنت فاكرة إن الكلام ده هو هيعدي بالسهل، لأ ده كلام مش عادي. ما أنا عارفة إنه مش عادي يا ماما، بس يعني ده هو الظروف اتجبر عليها. يعني أنا ما قلتلكيش إنه مدمن مخدرات ولا صايع مثلا ما عندوش شغل. وأنت إيه اللي يجبرك على حاجة زي كده؟ ما تنطقي. تفهمي ايه انت في الحب؟ انت يا عيله تفهمي ايه في الحب؟ ما انا مش عيله ماشي؟ حسن بيحبني وانا بحبه، مش عارفه انت بقول لكم ايه. بقول لكم ايه، انتوا الاثنين انا شايفه ان ده مش وقت كلام خالص. احنا نهدى الاول. ماما انت لازم تعرفي حاجات اكتر عن حسن وبنته، ده حقك. وانت كمان لازم تعرفي ازاي تطمنيها وتقولي لها حاجات عشان تهديها، مش دلوقتي خالص. قومي معايا يا علي. هلاقيها من مين ولا من مين يا ماما؟ معلش استحمل، خلاص قربنا نخلص. تمام كده خلاص كده الجلسه النهارده خلصت الحمد لله. ده انا اللي خلصت. خلصت ايه يا راجل؟ احنا عايزك تجمد كده، ده بنقول لسه يا هادي. على العموم انا هشوفك بكره، ميعادنا ان شاء الله على الساعه 4 العصر كده. عندي شغل. شغل؟ ده كلام؟ بيهزر. الحمد لله على سلامتك. ميرسي يا دكتور. طمني. واضح ان دمي تقل مع لساني. لا يا حبيبي ما تقولش كده، انت دمك تقيل على طول. يلا بينا بس عشان هنية عامله لك وليمه في البيت النهارده. هتتغدي معانا؟ لا هو كل يوم ولا ايه؟ باباك وهنية يقولوا عليا ايه؟ هيقولوا انها سايبه اللي وراها واللي قدامها عشان تقف جنبه، اقل حاجه نعزمها على الغدا. سليم عايزه افهمك حاجه بس، انا مفيش ورايا ولا قدامي اي حاجه تانيه اهم من اللي احنا بنعمله ده، ومفيش مكان تاني ولا حد تاني عايزه ابقى معاه، مفهوم؟ فبلاش بقى الحساسيه الزايده دي. انا اصلا جبلة، انت اللي حاسه. انت اللي حساسه زياده. ايه تمام شايفني؟ لا. خضتني. يلا بالراحه. تمام. الكلام ده كان زمان لما كنا مقضيينها تليفونات عشان محدش يشوفنا ويروح يقول لأهلك، بس دلوقتي خلاص احنا لسه شايفين بعض أول امبارح. وبصراحة بقى انت وحشتيني أوي. لا 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 تمام، كلموا العيادة وخليهم ياخدوا لكم ميعاد في أقرب وقت. أيوه يلا مع السلامة.
ايه يا شهد؟ شكلك مهدود على الاخر. مش قادره، مش عارفه اعمل ايه. ده انا لسه في التدريب وجنب البيت هنا. امال لما انزل كل يوم زايد بقى لما استلم الشغل هعمل ايه؟ دي حاجه هتبقى صعبه قوي، اخر بهدله بصراحه. بقى انا بفكر اشتري عربيه. ايه عربيه؟ عربيه ايه؟ انت عارفه العربيه دلوقتي بقى بكام؟ لا 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 لا، الكلام ده مش صح. انت شايف كده يعني؟ خلاص لما بقى استقر في الشغل كده ورستق نفسي هبفكر في الموضوع ده. اه طبعا اهم حاجه الاستقرار يعني. مهم يعني انه يتم تعيينك ويبقى تعيينك رسمي وتيجي هنا بقى تتنقلي على مصر وتقعدي وتستقري، مش زي ما كنا بنقول يعني كده في الاول انها فتره مؤقته وخلاص. على كل حال المواصلات كمان هنا صعب، صعب قوي قوي. ده انت حتى لو اضطريتي تاخدي تاكسي ماهيتك كلها هتروح على التاكسيات. على فكرة أنا أصلاً كنت قايلة لماما إن أنا إن شاء الله يعني لما استقر وألاقي شغل في مصر يعني أكيد هدور على شقة. آه خسارة، حقيقي خسارة. أنا كنت خلاص ابتديت أتعود عليكي، بس أنا عارف أنت كل اللي يهمك راحتك طبعاً، راحتك. على كل حال مفيش داعي للاستعجال، احنا ندور براحتنا لغايه لما نلاقي شقه كده انت تستريحي فيها. قومي يا اختي قومي، بلاش استعباط. انا زوز ومش ماما. ام الكاميرا ما خبطت على باب. بقول لك ايه بقى، فهميها ان والله العظيم. خلاص انا فهمها ليه؟ وانت لسانك فين؟ انت ما شاء الله عليك لسانك قد كده، يوم ما اتولدتي بقى سحبوكي منه. هو انت ما شفتيش اخر مره هي عملت ايه؟ امك، امك وخايفه عليك يا حبيبتي، خايفه عليك قوي، عايزه تطمن. اكيد اتخضت. انت عايزاني اكدب عليكي ولا اقول لك الحقيقه؟ في خضة، بس بعد الخضة ما تروح هتهدى. كلميها وفهميها، وإذا كان إنسان كويس زي أمينة ما قالت، وإذا كنت أنت بتحبيه قوي زي ما أنت قلتي، يبقى خلاص هتوافق. مش ممكن أبدا هتقف في طريق سعادتك. يا عالية، الزمن جري بسرعة أوي. كبرتي يا حبيبتي، بقيتي بتحبي. هو انا يا ستي انتي لسه اول مره اعرفك، دي عشره عمر. فيكي حاجه متغيره. مفيش حاجه يا رب، والله ما في حاجه. هو بس من ساعه ما مينا خفت وانا الدنيا مش سايعه. ماشي يا نونو براحتك، بس انا متاكده انك هتلفي تلفي وبرضه ترجعي تحكي لنا. ساعتها بقى هتلاقيني قاعده لك جنب الحيطه ومستنيه اسمع الزيطه. هتستني حبه حلوين يا حبيبتي. طب يلا اتفضلي. يلا. ايه يا زوزو؟ ميعاد نومك يا زياد. لا ما هي ساره قالت يستنى هنا لغايه اما تيجي. هي بقى لها نص ساعه وما رجعتش. العوالم جم، العوالم جم. بلية؟ اه يا حبيبي. تنتررم. ايه ده؟ هو الهالوين مش كان من كام شهر؟ ايه الهالوين ده؟ عيد الهلع. هم في المدرسة قالوا لكم تبقوا تجيبوا أهاليكم وتروحوا تاني؟ والله كان نفسي اقعد اقلش معاكم، بس للاسف ما عنديش وقت. اصل انا وقتي دلوقتي بقى بفلوس. ايه ده يا بنتي؟ انت اتجننتي؟ لا يا سلوم، انا اشتغل. اه اشتغلتي كومبارس ولا ايه بقى؟ بنت، ما انت بتشتغلي يا بنتي. انا الفتره اللي فاتت كنت بتدرب، والنهارده رسميا استلمت الشغل في شركه طيران. لبست اليونيفورم وقريب قوي حطير. يا حبيبتي يا ساره.